درسنا منهم لحد دلوقتي الصوره السناب الهولو بلوك البانل الجديد، وهنخش دلوقتي في الناس تاني اعرف مميزات وعيوب كل واحده، عشان انا كمهندس هبدا تصميم منشا هيجي لي واحط الاول الاستاتيكال سيستم. من ضمن وضع الاستاتيكال سيستم انا بقول هستخدم بلاطات نوعها ايه، تمام؟ طيب هعرف من كل نوع من البلاطات مميزات وعيوبها، علشان حسب المنشا اللي جاي لي اشوف انا محتاج ايه في المميزات او عاوز اتجنب ايه من العيوب عشان اعرف اختار السيستم بتاعي مظبوط. طب نبدا بالفلات سلاب اللي قلنا عليها بلاطات لا كماليه او بلاطات مسطحه، معناها ايه؟ انها عباره عن بلاطه فيها رجلتين تسليح بس ما فيهاش قمر، مفيش فيها موجود يا شباب قمر. ايه المميزات بتاعتها؟ رقم واحد، تخيل كده واحنا بنعمل الشده الخشبيه في السولد سلاب، كان عندنا الشده الخشبيه بلاطه وبعدين نصل بقمر، بلاطه نصل بقمر وهكذا، صح؟ انا بعمل في السلاب ما فيهاش قمر، يبقى الشده الخشبيه بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ شده مسطحه سواء خشبيه او حديديه، يعني الشده بتاعتنا ايا كانت دلوقتي لما تبقى الشده الخشبيه مسطحه ده يوفر شويه في الشده ولا يكلف الشده؟ يوفر. يبقى رقم واحد بتوفر في الشده الخشبيه على المقاول. ليه؟ لان هي اغلب البلاطه كلها مسطح واحد. ده انا بس لو عملت حوالين فتحات او حوالين المبنى من بره كاميرا هنعرفها اثناء الشرط، هي دي اللي ممكن اعملها، لكن الباقي كله مسطح. ايه كمان؟ تخيل دلوقتي فاكرين واحنا بنقول البانل بيم او احنا كنا بنشرح في السولو سلاب ايا كان كنا بنقول دايما لما اجي افتح فتحه في قمر دايما اركز على الثلث الاوسط من بحر القمر وعمل فيه فتحه. كانت الفتحه دي سببها يا شباب؟ علشان شغل التكييفات بقى واعمال الحريق والقصه دي. طب تخيل معايا ان مفيش قمر، لان انا تحت البلاطه وشغال بقى بمد المواسير بتاعتي ومفيش قمر يحجز الشغل ده، يعني مش هلجا ان انا ايه؟ اعمل فتحات. يبقى احسن ولا اوحش؟ احسن. يبقى هي دي برضه ميزه ثانيه، سهوله تنفيذ اعمال ايه؟ الالكترونيكال. ايه جميل؟ اهم ميزه فيها وهي تقريبا اللي مخلياها اكتر نظام منتشر، ايه هو؟ المرونه. انما المرونه في المعماري والتعديلات المستقبليه. ان انا دلوقتي عندي بيت ثلاث او اربع سطور، اكيد انا مش كشخص لوحدي هسكن ثلاث اربع سطور، ممكن انا واخواتي انا واصدقائي ايا كان كل واحد ياخد دور. السوليد سلاب احنا عارفين ان احنا بنحط الكاميرا عشان تشيل حيطه. طب لو انا جيت بقى فوق ورحت مغير مكان الحيطه بعد ما صفيت السقف ينفع؟ مش هينفع. يبقى في السوليد سلاب انا مقيد في المعماري، يبقى المفترض نفس المعماري وكل الناس اللي هتسكن في البيت نتوافق عليه عشان ما حدش يجي يتكلم في المستقبل، ولو حد جه يتكلم في المستقبل هيبقى التعديل فيها صعب جدا وهنعوز بقى تدعيم وحوارات كتير. طب الفلات سلاب انا والثلاثه دول رحنا اشترينا حته الارض وكل واحد يعمل دور. انا اعمل المعمار اللي انا عايزه، والباشمهندس يعمل المعمار اللي هو عايزه، وسمير يعمل اللي هو عايزه، واحنا الثلاثه هنسكن في نفس البيت وكل واحد واخد معماري مختلف عن التاني خالص. المهم ان احنا بنتكلم جوه حدود الايه؟ النسبه البنائيه بتاعتنا، تمام؟ لكن كل واحد ده انا تحت هنا مثلا في صاله هو عاملها فوق اوضه نوم، ده صاله قطرتين هو عاملها اوضتين نوم، يعني ليه حوالي ايه متقسمه. لو انا استخدمت الفلات سلاب هيبقى عندي مشكله في الكلام ده؟ نهائي. مفيش مشكله في الكلام ده نهائي. ليه؟ البلاطه اللا كماليه او بلاطه الفلات سلاب البلاطه دي تشيل الحيطه في ايا كان مكانها. بص كده يا شباب، يبقى انت تحت انت مش هتلتزم بمعماري واحد. انت تحت اعمل معماري فوق معماري تاني معماري تالت وهكذا. دي ميزه من ضمن المميزات بتاعت الفلات سلاب اللي بسميها الميزه الايه؟ دي الجوكر بمعنى صح. دي اهم ميزه في الفلات سلاب. بص كده يا شباب، انها مدياني حريه اغير وقت ما انا عايز. ايه جميل؟ الصوره السلاب كنا بنقول مثلا البحور المعتاده في السوليد سلاب. سوليد سلاب يعني البحر من 3 ل 6 متر، تمام؟ متوسط الرينج ده زادت عن كده هتديني كاميرا تبقى صوتها كبير والبلاطه كبيره وهكذا. الفلات سلاب بقى لا، انت مش هتلاقي 3 متر دي فين وفين؟ هي بتسمح لك ان انا اعمل بحور كبير.
كبيره بين الامدان. لان انا ممكن الاقي المسافه بين الامدان 6 متر و7 متر و8 متر، بس ايه مفتوحه؟ لا، هي كل ما زاد البحر كل ما زاد السمك. فاحنا برضه عندنا الهندسه اقتصاد وعماره. ليه بحر لو تعدده بعد كده مش هيبقى اقتصادي ليه ان انا استخدم فيها سلاح؟ اللي هو تقريبا ايه؟ من 8 ل 10 متر ده اقصى حاجه في البحر بتاعي. يبقى اقصى قد استخدمه في الناس ده من 8 ل 10. طب جالي 11، جالي 12، اقدر استخدمه بس مش هتبقى اقتصاديه. وصلت يا شباب؟ كده المفترض بقى فوق 9 متر مثلا، او في 8 متر اخش لايه؟ بوستنشن مثلا. وصلت يا شباب؟ طيب ايه اللي انا استخدمه لما اعمل المسافه بين الامدان 8 متر و7 متر و6 متر؟ هي لما كانت تبقى 3 و4. لا، انا مثلا لو شغال بعمل مثلا جراج عربيات، لو المسافه بين في طول الارض او المضروب، لو المسافه بين الامدان كانت 3 متر، ايه رايكم؟ وايه رايكم لو كانت مثلا في اريحيه شويه انها تبقى 5 متر و6 متر؟ كل ما المسافه تبقى اوسع كل ما العربيات اقدر اتحرك مسار العربيه واتكل بسهوله. يعني دي مهمه جدا، تمام؟ كمان انت دلوقتي لسه بتقول بتديني مرونه في الشغل المعماري. بس لو الامدان مسافتها برضه قليله 3 متر مثلا او اقل او ازيد كده بسيطه، برضه وانا جاي اقسم معماري برضه فوق هلاقي اللي بينزل عليا ايه؟ الامدان. لكن لما اكون حاطط المسافات بين الامدان واسعه شويه، تمام؟ اقدر اغير معماري زي ما انا عايز. بنقول يا شباب المسافه بين الامدان لما تبقى واسعه وكبيره انا هقدر اتحرك بالعربيات، هقدر اغير في المعماري، يبقى عندي مرونه شويه في تغيير المعماري برضه كويس، تمام؟ ما يبقاش العمود طالعني مثلا في نص الصاله وهكذا. هقدر لو مثلا جيت في الدور البدروم او دور الارض وعملت مثلا صاله جيم في دور البدروم، منتشر قوي في المدن الجديده، بيعمل فيلا هيك في دور البدروم، يعمل قاعه سينما صغيره للبيت كله، صاله جيم صغيره، فالمسافات بين الامدان لما تبقى برضه كبيره بتبقى كويسه. بعمل سقف مصنع، اكيد مش عاوز كل 3 متر لا عمود يخبط فيا، تمام كده يا شباب؟ فدي برضه من المسافات. ايه كمان بقى؟ ودي مهمه جدا برضه. لما اقول لك الشده مسطحه، ده في التنفيذ يديني سرعه وسهوله ولا بطء وصعوبه؟ سرعه وسهوله. اسرع في التنفيذ، هي يعني استفاد ايه لما تبقى اسرع شويه؟ لا استفاد لما اكون بعمل مسطحات كبيره او ارتفاعات كبيره، كل ما اخلص اسرع، يعني الفلوس جاهزه، فلوس الشغل جاهزه، كل ما اخلص اسرع هستفاد بتشغيل بدري شويه او ان انا هاجر المنشأ دوت بدري شويه، كل ده هيعود عليا بعائد كويس، تمام؟ يبقى موضوع سرعه التنفيذ دي برضه مهمه، مهمه جدا كمان. طيب حته كمان بقى حلوه برضه، انا لما بيكون عندي الباكيات محكومه والكمر محكوم يبقى عندي طبعا تقطيع في الحديد، اكيد بيطلع عندي هدم الا لو انا ما كنتش شاطر وهعمل شوت درون. طيب من غير شوت درون الفلاس كان فيها ميزه ان اي طول من البلاطات هيشتغل معاك. عارفين حتى لو في حته متر كده او متر شويه هشغلها كراسي. بصوا كده يا شباب، يبقى تقريبا مش هتلاقي هدم الحديد، يعني لقيت حاجه كده لا تذكر. دي برضه ميزه من ميزاتها. انا انت عمال تقول مميزات كتير، احنا حاسين ان الفلات سلاب ديت العجوبه او حسيناها اللي هي الحاجه، هو احنا ليه ما نستخدمهاش على طول؟ لا اكيد زي ما كان ليها المميزات الحلوه ديت اكيد لها برضه ايه؟ عيوب. تعال نشوف عيوب. احنا بعد المميزات اللي سمعناها عن الفلات سلاب، هنبص للسوبر سلاب مثلا، اكيد نفسنا في بيوتنا نعمل ايه؟ فلات سلاب، بس كل حاجه نفسك فيها اكيد هو العيب بقى القاتل بتاعها ايه؟ التكلفه. تكلفه الفلات سلاب عاليه، ليه عاليه؟ السوليد سلاب المتر المكعب تقريبا كله حسب التصميم من 70 ل 100 كيلو تقريبا حديد في المتر المكعب، يعني متوسط 80 ل 90 كيلو. في الفلات سلاب لا، انت بتلاقي الموضوع عدى ال 100 وشويه، يعني مثلا من 120 ل 160 او 150 على حسب التصميم. متوسط كده المباني السكنيه اللي بيعملها عاديه دي متوسط تلاقيها مثلا 120 130 كيلو. 30 40 كيلو فرق في المتر ده يفرقوا كام دلوقتي في سعر دلوقتي الطن ب 16000، يعني ال 10 كيلو بكام؟
60 جنيه ده 10 كيلو يبقى 30 كيلو حوالي 500 جنيه يعني المتر مكعب ده هيفرق كمان اكتر من 40 ولا 50 كيلو بتتكلم في 700 جنيه حديد زيت يعني رقم برضه مش قليل بس انا بقول على المتر المكعب مش بقول على المسطح كله بص يا شباب يعني لو بصيت لي مثلا مسطح 1000 متر وسمك مثلا 25 سم ادي 250 متر مكعب 700 بنتكلم في 200000 جنيه بص في ايه ده دور الواحد ده رقم كبير ايه كمان السوليد سلاب كان سمكها تراوح ما بين 10 و15 وكان اغلبنا بنشتغل على 12 15 سم وفي قمر لما نسرح القمر ده علشان نشوفه تقريبا كده مديني بلاط سمك قد ايه كان بيطلع له كمان 3 ل 5 سم فانت بتتكلم السوليد سلاب لما نحط القمر على بلاطه كده كانها بلاطه سمكها من 17 ل 20 الفلات سلاب اقل سمك عملي مش نظري عشان النظري 16 سم او 15 عادي اقل حاجه 16 نظري بس عمليا اقل حاجه في السوق هتشتغلها ال 20 سم مثلا طبعا احنا انك هتلاقي نفسك بتشتغل ب 20 و 22 و25 واوريدي برضه بتعمل قمر مثلا غالبا حوالين المنور حوالين السلم تمام ده برضه في النهايه سيبك بقى من الحديد كمان يديك خرسانه سمك اكبر من سوليد سلاب ولا اقل؟ مكعب اكبر ولا اقل؟ اكبر والاسمنت دلوقتي كمان راح هما الاثنين بيعدوا بعض اسمنت وحديد ارفع ولا ارفع ارفع ولا ارفع ماشي تمام كده يا شباب فالاثنين دلوقتي الجلو ده يخلوا التكلفه في النهايه عاليه يخلوا استخدامك للفلات سلاب هتنبسط حاجه جميله بس في النهايه هتدفع ماشي ده العيب الخاطر عرفنا مميزات وعيوب. تيجي نتكلم عن الانواع. السوليد سلاب لما اتكلمنا عن الانواع انا دايما اذكر كمثال قريب مننا سوليد سلاب مع الفلات سلاب. السوليد سلاب لما اتكلمنا عن الانواع كان عندنا ايه؟ وان واي تو واي. هنا في الفلات سلاب عندنا اربع انواع. زي ما احنا شايفين اللي شايفينه في الشاشه قدامكم النوع ده شايفين دي بلاطه متجزي عليا على طول طب تعالى نقف كده احنا لما اتكلمنا في النوت سيلوشن السنه اللي فاتت كنا عايزين نفسر الحمل بتاعنا بيروح فين كنا بنقول ايه يا شباب الاحمال الحيه والميته الديد لود واللايف لود بيروحوا لمين؟ البلاطه والبلاطه تروح لمين؟ القمر والقمر العمدان والعمدان السواعد والقواعد الصيف الحلقه دي دلوقتي في الفلات سلاب فين القمر؟ طب تعالى نمسك القمر نشوف الحلقه دي هتنفع الحمل يروح للبلاطه والبلاطه دي تروح للقمر مفيش قمر بس لقت مين؟ فهتدي العمود مباشره يبقى كده الركيزه المباشره للبلاطه بعد ما كانت القمر بقت ايه في الفلات سلاب؟ العمدان وصلت؟ طيب ايه اللي انا هخاف منه؟ ان العمود يطبق البلاط اسمه ايه؟ بلش تمام؟ ده اللي انا خايف منه. فعشان خوفي من الموضوع ده اتعمل اربع انظمه للفلات سلاب. النظام الاولاني اللي احنا شايفينه ده النظام العادي والاكثر انتشارا اللي هو البلاطه للعمود على طول. وشايك على البنش ولا الدنيا امان خلاص. البلاطه بسمك واحد اسمه تي اس ايا كان بقى 20 سم 25 زي ما تكون سمكها ثابت مرتكز على الاقدام مباشره. طب انا لقيت في مشكله في البلاطه. واحد يقول لي زود سمك البلاطه صح؟ قعد ازود الاقي نفسي داخل في حته مش اقتصاديه. فقلنا طب نعمل سيستم او نوع تاني من الفلات سلاب ايه هو؟ النوع الثاني ده يا شباب اللي احنا شايفينه ده فلات سلاب ونازل منها عن كل عمود كده بلاطة تانية اسمها ايه؟ دروب بالك. لا دي دروب بالك. يبقى فلات سلاب ويز دروب بالك. البلاطة التانية دي ليها اشتراطات هنشوفها فيما بعد بالنسبة لطولها وعرضها وسيبها. طيب نوع كمان لو انا مش عايز اعمل دروب بالك. بس انا بعمل سقف مسجد عاوز شكل حلو وعاوز برضه حل مشكلة البلاطة. اللي احنا شايفينه ده. قلم هنا.
يبقى انت دلوقتي عالجت البنش من غير ما تزود السمك عن طريق الدروب بانل او الكرم هانل. طب ده كانت البحور كبيره قوي، ده يعني البنش هيبقى عالي قوي، والنار دول كان عالي والبنش مش مسيب على اي دور من ايطر الدور من الثلاثه اللي فاتوا. اعمل ميكس بين الدروب بانل والكرم هانل، ده النوع الرابع اللي احنا شايفينه ده. حتى لو تلاحظوا المسافات بين العبدان كبيره قوي. بصوا كده يا شباب، يبقى ده ميكس كرم هيد على كروب بانل على الفلنس. طب دول الاربع انواع. يقولوا كده اهو النوع العادي، يعني ايه النوع العادي؟ يعني من غير كروب بانل ولا كرم هيد. ده عباره عن زوم تي اس وتركز على العروق المباشره. النوع الثاني فلات سلاب ويز كروب بانل، دي كده من غير كرم هيد، اهي بلاطه تحتها صعود تاني بالبلاطه. البلاطه اللي في شعر رئيسيه اسمها تي اس، والبلاطه اللي هي سوق الدروب بانل هنسميه ايه؟ تي دي. جاي تي دي سوق سيكنس ودي اللي هي دروب. بص كده يا شباب. النوع الثالث اللي هي ويز دروب بانل ويز طلب هيد، وبتبقى وزود دروب بانل. ناخد بالنا بس من حاجه، التاب بتاع العروض ممكن الواحد ياخد الزاويه 30 40 50 60، هو ينفع الزاويه دي تبقى مش محدده علشان تبقى شغاله معايا اقصايا زاويه اللي هي الفا دي ما تزيدش عن 45. طب زودتها عن 45 لا مش هشغل معايا غير اللي هو لحد 45 والباقي ده زياده. وصلت يا شباب؟ يبقى الفا اللي هي زاويه الميديان اقصاها لحد 45 ما تشوفها ده. النوع الرابع بقى اللي اتفقنا عليه اللي هو ميكس، يبقى لاز لاب والجروب بانل اند كرامل. طب تعالى نشوف سريعا صور كده من الواقع. بيت سكني، عماره سكنيه في المدن الجديده وهي معموله فلات سلاب. واحد يقول لي استنى انا شايف في كاميرا عادي. الفلات سلاب هي بلاطات لا كبريت، يعني مش شرط ان انا احتاج كاميرا. طب لو حطيت فيها كاميرا في بعض الاماكن وين؟ طب وارد ازاي؟ اكيد انا بعمل بيت سكني مش هعمل كلام هيد. ازاي؟ صعب تمام؟ هو ارتفاع المنزل كله من الطابق حوالي 3 متر مش هعمل دروب بانل. صعب، يبقى هي فلات سلاب عاديه. طب فضلت ازود وبرده هنصيب بانش. نيجي نتحايل على الموضوع بايه؟ لو ينفع اشد كاميرا. واحد يقول استنى انت مش لما تشد كاميرا دلوقتي واجي افكر في يوم من الايام اغير المعماري، انت كده بوصل لي المعماري كلامك صح. بس انا راح لما اجي اشد الكاميرا اشدها في مكان شئت ام ابيت المكان ده الحيطه دي هتفضل موجوده. يبقى اكيد الحيطه دي انا بتكلم فين؟ في الخارجي مثلا، ما اكيد مش هتيجي تغير المعماري بتاعك تقوم فاتح هي حته خارجيه. وصلت؟ او مثلا حته بلكونه، ما انت شايف الكاميرا دي؟ دي كانت البلكونه. هو كده كده البلكونه دي واجهه دي ثابته بحدود الملكيه والباقي ده فلوس، لان الحته دي برضه ايه ثابته. فعادي ان انا اعمل ايه الكاميرا طالما هتحل لي المشكله دي. وصلت؟ اما الباقي انت شايف هو البحر ده، البحر ده كان حوالي 6 متر تقريبا. تمام؟ ما فيش اي مشكله. طيب اول مرحله بنشوفها دلوقتي هي ايه؟ اعمال المجاور. نحط المجاور في حياتنا ونبدا نعمل الشده الخشبيه. بص هتلاحظ الشده الخشبيه مسطحه. زي ما انتم شايفينها. طيب تاني حاجه بنعملها على طول اعمال الحداده. نلاحظ حاجه بقى، صورة السلاب كانت عباره عن كام شبكه؟ رئه واحده. ولاحظت حديد للنيجاتيف مومنت او لو سمك البلاطه زاد عن 16 سم. دي تعمل بلاطه صورة السلاب لو عملتها مثلا 18 ايا كان قفلت القمر احتاج رئه ثانيه ليه؟ مظبوط ماشي. طيب البلاطات الفلات سلاب اللي في الجيل تسليم افرد الاول الرئه الاولى في الصوره السلاب اللي بنقول فرش وقاف صح؟ حد يقول لي فرش في الصوره السلاب طب انهي اتجاه؟ وقاف في الطبيعي. طيب فلات سلاب ماشي. طب حد يقول لي سبب؟ الصوره السلاب في الاتجاه قصير بتروح وقاف فتحمل فيه فالنوم تأكيد كبير. وصلت؟ حد
عندي يقول لي طب افرض في الاتجاه الثاني ال كانت كبيره قوي وال برضو بتاثر على الروم، كل ما الاتجاه ال ال تكبر البيتا تصغر، وصلت اللي هي لو كانت 2 واي مع كل يعني مثلا بلاطه 4 في 4 الالفا والبيتا 1 فبقت 4 5 الاربعه خدت اكتر من الثاني، طب 4 في 6 البحر بيزيد بس برضو الاربعه تاخد نايم اكتر، ده سوق الاسلام فبنفرش ده قصير. الفلاس لاب ودي بقى اكتر او اكبر خطا شائع في الفلاس لاب، الناس حفظت ان الفرش يكون خلاص في الاتجاه القصير، لا الفلاس لاب الفرش في الاتجاه الطويل لان هنا ما عنديش الفا وبيتا، فيبقى مين بقى اللي بيأثر على قيمه المومنتس؟ الاتجاه ال يبقى الاتجاه الطويل هو اللي ايه قفش فيه. طب واحد يقول لي انا نزلت مول لقيت مثلا الاتجاه ده في بكه كبيره فقلت خلاص هقفش كده، بعدين فوجئت ان الاتجاه ده في بكه ثانيه طويله بس الناحيه دي اقعد انوع، لا انت ليك نظره بقى اغلب البكات الطويله فين؟ او ترجع للمصمم تاكد مثلا افرض انك هتقفش في الاتجاه ده لسبب ما ساعتها البطه دي في اتجاه طويل تشيك معايا ان الدبس بتاعك دلوقتي بقى عباره عن التي ناقص الكفر ناقص والترسيف ده هيبقى امام التصميم ولا مش امام؟ فالجانب ممكن برضه يبقى الدنيا ايه؟ تمام وصلت؟ فلو هتغير لازم ترجع للمصمم ساعتها. اللي احنا شايفينه حط كده الشده سوري بعد الشده يعني حط الرئه الاولى بالتسليح قاعد يفردها وبعد كده حط المطبيات السفلي وبعدين يبدا يحط الكراسي ويحط الرئه الثانيه للتسليح. هو انا ليه بحط كراسي؟ عشان اشيل الرئه الثانيه. وخد بالك ملحوظه مهمه قوي، الكرسي ينتكس على الشده الخشبيه ولا على الرئه الاولى؟ لو انتكس على الشده الخشبيه في الكفر بتاعه. دي من ضمن برضه الاخطاء الشائعه. ده كده شكل الحديد التسليح الناس لو عشان مش شايفينه، وده خلاص اهو بدأ الصب التسليح كله فلات وده صب بام وادي السلاف بعد شويه. نبدا نتكلم عن ايه يا شباب بقى؟ الدايمنشن الكونكريت دايمنشن هو بيبقى جاي لي ايه ومحتاج مني ايه؟ عشان دي بتبقى اول خطوه في خطوات التصميم، لان اول خطوه في خطوات التصميم زي ما اتعلمنا نوجد كل الدايمنشنز في الحياه. الفلاس لاب هو بيبقى جايب لي ايه؟ ارفع المنشا مثلا كذا وكذا وقسمها ومسافات بين العمدان كذا وكذا. نعرف حاجه هو بيديك المسافات بين العمدان بين المحاور العمودية. المسافه الكبيره هنسميها ال واحد. المسافه الصغيره هنسميها ال اتنين. وده حتى عشان يمشي مع الكود ومع المراجع انا كاتب لكم المراجع ورا عشان لو حد حب يطلع اكتر في المراجع بيجيب امثله اكتر واحد تمام؟ كتبتها لكم في اخر صفحه محاضرات معايا حوالي 6 او 7 مرات كلهم كويسين جدا. منهم اهم مرجع طبعا الكود المصري شارح الفلاس لاب بطريقه سلسه جميله وبالعربي فالدنيا ايه؟ ممتازه. طيب البحر الكبير اللي واحد البحر الصغير اللي اتنين ال فيها شويه اختلافات نذكرهم سريعا كده. طبقا للكود ال هو ال واحد يعني ايه؟ البحر الكبير. في بعض المراجع ال اللي بنشتغل عليها كان دي بس البحر الكبير دلوقتي احنا قاسمينه من محور للمحور. بعض المراجع واخدها البحر الكبير بس من وش العمود لوش العمود. بعض المراجع بس احنا خلينا نلتزم على اخر نسخه دي الكود المصري تمام؟ مراجع تانية اتعاملت مع ال ولا الكبير ولا الصغير المتوسط. وصلت يا شباب؟ مش هنحارب نفسنا ولا نلخبط نفسنا، هناخد ال هي الايه؟ ال الكبيرة دي. تمام كده يا شباب؟ مور سيف شوية. ليه؟ ال دي اللي انا هشتغل بيها بقى اطلع بيها صوت البلاطة وهكذا، كل حاجة هتشتغل معاها. ماشي؟ التفكير يا احمد هي حاجة بايدي. بس هل تعتمدها 100%؟ انا لسه هجيب بقى الايه؟ المومنت واصمم لسه البانش يعني ممكن تقيس بعد ما تطلعها الاقي نفسي ازود عليها تاني. مش هتفرق كتير هجيبها يا ترى من الوش ولا من المحور ولا ايه
من محور للمحور كده بقت 8 متر ونص، متر ونص فرق. يعني تفرق معايا لو ايه في اتجاه عمود الضرب بتاعه كبير، وصلت؟ لكن لو في الاتجاه 30 سم مش فارقه حاجه، 15 سم. سمك بلاطه الفلات سلاب، نظريا ممكن نقول ان البلاطه اقدر اشغلها فلات سلاب بين من 15 سم، يعني ما احطش ربيت تسليم 15 و16 بعدها 17 الارقام زوجيه بقى 15 16 18 20 22 وهكذا لحد 32 35 سم. طب واحد يقول لي انا شفت فلات سلاب 40 سم، وارد بس هتبقى اقتصاديه معنى ما توصل ل 40 و 50 سم، وعملناها قبل كده للاسف. بس معنى ان احنا نعمل ديت هو الراجل مصمم على الفلات سلاب، مصمم على السيستم، لكن ما كانتش اقتصاديه خالص.